مواصلة للعملية النوعية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية، تمكن أفراد هذه الأخيرة من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 78 ألف قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام، كانت مخبأة في الصندوق الخلفي لسيارة سياحية فاخرة حاول سائقها الإفلات من نقطة مراقبة بدخوله إلى إحدى المحطات المتعددة الخدمات. هذه العملية النوعية مكنت من حجز الكمية سالفة الذكر من الأقراص المهلوسة وكذا مركبة سياحية فاخرة وتوقيف سائقها. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية فتحت تحقيقا في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.